بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم في قناة روائع وإبداع دهبه. معنا يا جماعة مروحة زي ما احنا شايفين كده، واحد جاب لها موتور، كان موتورها بايظ وحب يركبها وقطع الأسلاك فمعرفش يرجعها تاني، وده غلط. المفروض أنا عارف لأصورها أرسمها أي حاجة عشان أعرف الأسلاك دي راحة فين وجاية منين. المهم يا جماعة، بينزل من الموتور زي ما احنا شايفين كده اهو، اربع اطراف اللي هما دول، الاحمر والابيض والازرق والاسود. الاسود ده يا جماعة ده اللي بيوصل له كهرباء اهو. يا جماعة ركبنا الثلاث سرعات اهمك في الثلاث نقاط بتوع المفتاح، واحد اتنين تلاتة على حسب ترتيبه حسب السرعة، والطرف ده العمومي 110 اللي هيتوزع لهم بقى لما نحرك الفتلة ديك، هتتحرك وننقل السرعات. خلاص يا جماعة وصلنا الثلاث سرعات اهمك على الثلاث نقط بتوع المفتاح، والطرف ده اللي هو 220 عشان يوصلوا لهم بالتوالي لما نحرك الفتلة دي ونختار السرعة اللي احنا عايزينها بواسطة هذه الفتلة. مفتاح الجريل اهو، طبعا ده راح الاثنين السود دول راحين للموتور، ده طرف الباور اللي هنوصله للطرف الثاني للموتور الجريل، وطرف رايح للموتور برضو الطرف التاني. الطرفين بتوع الجريل يا جماعه اللي هما السود دول اهم واحد وصل له كهرباء على طول، وواحد الثاني هيوصل له كهرباء بس من خلال المفتاح اهو اللي هو الاسود ده، من خلال الطرف ده ال 220 اهو، واخدين وصله من هنا عليه، وبعد كده لما نحرك كده زي ما احنا شايفين اهو يا جماعه، بصوا اهو اتحرك شمال اهو وادي يمين وقف. ارجو ان اكون وضحت الفكره. طب ونجرب بقى مفتاح السرعات اهو يا جماعه، وادي مفتاح السرعات، اول سرعه اهي شغلت اهي يا جماعه اللي هي اعلى سرعه، تاني سرعه، اقل سرعه، دي اقل سرعه، بعد كده يقفل معانا ويفصل. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.